احنا حقيقة وانا اتحدث كأقول نحن كعراقيون نتأمل ونأمل ان يكون الوضع سواء كان الامني الاقتصادي السياسي مستقر في كل العراق. هسه زيد ينظر هكذا، عمرو ينظر هكذا، لكل منا نظرته. الولايات المتحدة لا تنظر الى العراق على انه بلد شريك وتتعامل معه وفق السياقات السياسية والدبلوماسية المعمول بها في كل بلدان العالم. تريد من العراق ان يكون خاضع وخانع وذليل، ولها معطيات وأدلة كثيرة حقيقة لا يسمح هذا البرنامج بذكرها. أهمها هو الاعتداءات المتكررة على القوات الأمنية المسلحة واستهداف المنشآت الحيوية المدنية داخل البلد. ما يهمنا من زيارة السيد الكاظمي هو كيف ممكن أن يخلق علاقات متوازنة في بلد يحتاج إلى علاقات متزنة لا خضوع وخنوع. نعم، وصفت هذه الزيارة بأنها هي وأنا كما أصفها هي زيارة دبلوماسية بروتوكولية لا تحمل بها يعني البعض ذهب أبعد من ذلك، جعل هذه الزيارة هي مفتاح الأمان والاطمئنان وهي باب من أبواب الجنة الكبيرة التي سوف يدخلها العراق. ما هي 17 سنة أمريكا بالبلد، شنو قدمته؟ شنو سوته؟ بس احتفاء كبير بالكاظمي أذهب أتعاقد مع مجموعة شركات وأصرح ترامب قال له